Hello, my students. How are you? Today we will do exercises page 8 in workbook. Exercise number 1. Write the words under the correct picture. اكتب الكلمة الصحيحة تحت الصورة. عندي هون في بوكس فيه كلمات وبدي احط الكلمات تحت الصورة المناسبة. Captain قائد, coach مدرب, team فريق, goal هدف, net شبكة. نشوف هون المجموعة ايه. طبعا هاي أول صورة كوتش مدرب، صورة تانية جول هدف، نت شبكة، كابتن قائد الفريق، تيم فريق. هلا المجموعة الثانية بكلمات المجموعة الثانية اللي هم كيك يركل، يركل الكرة يعني، ثرو يرمي، كاتش يمسك، سكور يسجل. نشوف هون الصورة الأولى ثرو يرمي، صورة الثانية كيك يركل، صورة الثالثة كاتش يمسك، آخر واحدة سكور يسجل هدف. طيب هلا عندي هون سؤالين يا مس. Which words are verbs؟ أي الكلمات اللي هي بالمجموعة A أو B هم أفعال؟ نرجع هون للصندوقين هدول. أي كلمات هم الأفعال؟ طبعا المجموعة الثانية اللي هم بي، اللي هم كيك يركل ثرو يرمي كاتش يمسك سكور يسجل. زي ما بنلاحظ هذول الكلمات هم فيربس افعال. طيب اذا بحط هون دائره على بي، هي مجموعه بي هم الافعال. Which words are nouns؟ اي الكلمات هم اسماء؟ اذا هم هذول الاسماء: كابتن قائد، كوتش مدرب، تيم فريق، جول هدف، نت شبكه. هذول nouns اسماء، وهذول فيربس افعال. طيب هلا السؤال الثاني: write the verbs in the past tense. اكتب الكلمات او الافعال، عفوا اكتب الافعال في الزمن الماضي، يعني بدي احول الفعل للزمن الماضي. شوف الفعل الاول كيك يركل، هذا الفعل يا مس ريجولر منتظم، اذا بصير كيكد، بضيف له ايدي كيكد ركله. نمبر 2 كاتش يمسك، هذا الفعل الريجولر غير منتظم، بصير كوت أمسك. كاتش كوت، التصريف الثاني له كوت، التصريف الثاني للفعل. نمبر 3 ثرو يرمي، هذا الفعل برضو irregular verb، فعل غير منتظم، يصبح في زمن ماضي ثرو. هلا نمبر 4 باس يمر أو ينجح، معناها باس يمر أو ينجح، هو فعل منتظم regular، بيصير باسد نجح أو مرة. نمبر 5 سكور يسجل هدف، هذا الفعل برضو إيش؟ منتظم regular، بضيف له إيدي، هون عندي موجود الإي، خلاص بضيف بس دي للفعل scored، إذا سكور تصبح scored، سجل هدفا. نمبر 6 اللي هو الفعل win يربح، التصريف الثاني للفعل وهو حكينا فعل غير منتظم won ربح، win won. يجب يا مس انه احفظ هذول افعال معانيهم وكتابتهم، واميز الفعل المنتظم من غير المنتظم. طيب وهون لازم كمان اميز الاسم من الفعل، واحفظ المعاني الكلمات واكتبهم تحت الصوره. هلا اكسرسايز 3 underline the adjectives، اكتب ضع خط تحت الصفات، circle the adverbs وضع دائرة على الظروف، الظروف هون adjectives الصفات، adverbs الظروف. طبعا يا مس احنا من السنة الماضية اخذنا شو هي الصفة وشو هو الظرف، وكنا دائما نستخرج من الفقرات الصفات ونستخرج الظروف. طيب adjectives الصفة، الصفة هي كلمة تصف الاسم فقط، هي كلمة تصف الاسم مثل happy سعيد، sad حزين، tall طويل، short قصير، كل هدول صفات، صفة بوصف فيها الاسم، بوصف فيها شخص أو اسم أو شيء معين، وهي دائما أسماء بتكون. الأدفيرب هي ظرف، هي كلمة تصف الفعل وليس الاسم، وتأتي غالبا بعد الفعل مباشرة، يعني تأتي دائما بعد الفعل وتنتهي ب ly، غالبا تنتهي ب ly، حرف ly زي هون، طلع هون slowly ببطء، اذا هاي الكلمه adverb ظرف، بحط عليها دائره، يعني نحط دائره على الظروف ونضع خط تحت ايش الصفات. هاي الكلمه slowly، slowly هاي ظرف انتهت ب ly،
why. أعطيكم مثال، مثلا لما أحكي he walks slowly، هو يمشي ببطء. إذا هي الكلمة هاي أتت بعد الفعل مباشرة ووصفت الفعل أنه يمشي ببطء. pleased مسرور، pleased مسرور، هاي صفة نحط تحتها خط. loudly بصوت عالي، loudly بصوت عالي، هاي الكلمة هي ظرف. طيب زي ما أحكي مثلا مثال she sings loudly، هي تغني بصوت عالي، وصفت الفعل sings. طيب هون brilliant بارع، هاي الكلمة صفة adjective. fantastic رائع، هي صفة adjective. exciting مثير، برضو هي صفة. quickly بسرعة، هاي الكلمة ظرف، quickly هي ظرف. مثل لما أحكي he runs quickly، هو يركض بسرعة، كلمة quickly وصفت الفعل run. happy سعيد، happy سعيد، إذا هاي صفة. إذا هون مش لازم أميز الصفات من الظروف. الاكسرسايز نمبر 4 ما بدنا نحله، مو مهم، ما بدنا نحله هلا. هون عندنا هذا التمرين look at the pictures، انظر إلى هدول الصور. هذا التمرين تابع للتمارين اللي حليناهم قبل شوي. look at the pictures، انظر إلى الصور. choose some words from exercises 1 2 and 3، يعني بدك تختار حسب الصور هدول كلمات من هدول التمارين، من تمرين 1 و 2 و 3 اللي حليناهم هلا. on page 8 write them in the boxes، واكتب الكلمات هاي في الصندوق تحت الصورة. عندي هون هدول الصور هيهم، وفي عندي الكلمات بدي أعبي صندوق كلمات من هون، من الصندوق هاد، من هاد، من التمرينات هدول، تمرين واحد واثنين وثلاث. في عندي كتير كلمات أخذنا عن الأسماء، وأخذنا أفعال، وأخذنا صفات وظروف. هلا الصورة هاي حسب الكلمات اللي أخذناهم فيها كيك، الفعل كيك اللي هو يركل، تيم فريق، فريق. سلولي ببطء، زي ما بنلاحظ انه يرمي الكرة ببطء. بس يمرر. طيب هلا الصورة الثانية هون، حسب الصورة عندي هون جول هدف. كويكلي بسرعة، زي ما شايفين الطابر سجلت بسرعة. نت شبكة. كيك برضو يركل. سكور يسجل هدف. بريليانت بارع، هاي الصورة الكلمات المناسبة لها كاتش يمسك، pleased مسرور، happy سعيد. الصورة الأخيرة هون عندي نت شبكة. throw يرمي، fantastic رائع. برضو إذا طلعت معكم كلمات تانية زي ما بدكم حسب الصور هون، بس بدنا نعبي الكلمات المناسبة للصورة. يعطيكم العافية مثلا.